حياكم الله مشاهدي ومتابعي تلفزيون دولة الكويت في رسالتنا اليومية التاسعة لفعاليات مهرجان صيفي ثقافي 10. هذه الأمسية وهذه الليلة سوف تكون مختلفة عن الليالي السابقة، ليلة كويتية بامتياز وليلة سينمائية كويتية من خلال هذه العروض السينمائية لمبدعين من الشباب الكويتي الذي اقتحم مجال السينما، فكر في الجانب المحلي وإن شاء الله سوف ينطلقون خليجيا وكذلك عربيا وعالميا. تدري شلون؟ هل بدق لي تفاحة ويك؟ الأمور طيبة وإحنا بخير. مشاهدين، العديد من الأشخاص والشخصيات الهامة في هذه الأرض الطيبة يحرصون على متابعة مختلف الفعاليات تحديدا الثقافية التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، على رأس هذه الشخصيات التي تحرص على الحضور وبشكل يومي لمختلف الفعاليات لمهرجان صيفي ثقافي 10، الأستاذة نجلاء علي النقي المحامية في الفتوى والتشريع. حياك الله معي أستاذة نجلاء. الله يحييك أستاذي، أهلا مرحبا. قاعد ألاحظ ما شاء الله حضورك بشكل يومي لمختلف هذه الفعاليات، ودنا أن تعرف على السبب اللي يخلي نجلاء النقي الأستاذة والمحامية في الفتوى والتشريع تحرص على حضور هذه الفعاليات اللي نوعا ما يمكن قد تكون بعيدة عن المجال. شبه يومي، مو يوميا، شبه يومي. طبعا احنا نحاول قدر المستطاع أستاذي أن نلبي دعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اللي حاليا احنا بصدد مهرجان صيفي ثقافي 10 تحت شعار الكويت مركز عالمي إنساني عالمي، لأن مثل هذه المهرجانات حقيقة اندلت على شيء تدل على اهتمام دولتنا الحبيبة الكويت وبالتحديد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالفن والثقافة والأدب. تجد مثل هذه المهرجانات تأخذنا كل يوم من جولة إلى أخرى، إن كان أدب، إن كان فن، إن كان شعر، إن كان موسيقى، إن كان مسرح. اليوم في صدد عرض فيلم كويتي، وهذا شيء جميل جدا خصوصا في الكويت نفتقد ونفتقر للسينما، صناعة السينما الكويتية، ونحن في أمس الحاجة إلى تسليط الضوء على السينما بالذات عندنا بالكويت. وشيء جميل رائع أن تهتم جهة رسمية كالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالسينما الكويتية. أنا أتمنى من الجهات الأخرى كثر ما يقدرون، وخصوصا الإعلاميين والفنانين المهتمين أيضا بالسينما، أن يفعلون دور السينما أكثر وأكثر. مشاهدينا، أيضا السينما كانت حاضرة وتحديدا الأفلام السينمائية الكويتية حاضرة من خلال مهرجان صيفي ثقافي 10 والذي يقام على هذه الأرض الطيبة ويستمر إن شاء الله وحتى 31 من الشهر الجاري. للحديث حول هذه الفعالية التي حملت عنوان ليلة سينمائية كويتية، يسعدنا أن نستضيف الأستاذة فاطمة الحسينان رئيس قسم السينما في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ونطرح عليها التساؤل التالي: على أي أساس تم اختيار هذا الفيلم بهذه الأمسية؟ حياك الله، أنا سعيدة بتواجدكم. الله يسلمك. طبعا احنا في قسم السينما بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دائما نحاول ندعم الشباب، وأنا اقترحت عليهم هالسنة أن يكون شغلنا محلي، وجاهدت ودورت الأفلام خلال شهر رمضان، والحمد لله وفقت وحصلت نخبة من الأفلام الكويتية القصيرة اللي حازت على جوائز عالمية، وإن شاء الله راح تعجبكم هالأفلام القصيرة. طبعا احنا دائما كل سنة نشتغل مع السفارات ونعرض أفلام أجنبية دولية، فاحنا فكرنا ان ندعم الشباب المحلي. طبعا السينما بالكويت تحتاج إلى نهضة أكثر، واحنا دورنا في المجلس الوطني للثقافة دعم الشباب، خصوصا الشباب لانهم هم مرآة المجتمع، واحنا كقسم سينما هذا دورنا. وحاليا انا قاعد ارتب ايضا داتا كامله عن جميع المخرجين وجميع الافلام القصيره بالكويت، واحاول استقطبهم واعرض لهم الافلام، وفي مشاريع ان شاء الله انمائيه ودعم للسينما في المستقبل ان شاء الله. طيب استاذه فاطمه، يعني هل ممكن ان تكون يعني هذه الافلام السينمائيه اللي راح نتابعها ونشوفها الليله ان شاء الله ممكن ان تكون او تنتشر ان شاء الله في المهرجانات الخليجيه والعربيه والعالميه ان شاء الله؟ ان شاء الله، نعم في انتشار. اصلا في فيلمين من المعروضين اليوم شاركين في مهرجانات كانت خليجيه ودوليه، في فيلم حاز على جائزه ايضا. طبعا في المستقبل راح يكون حضور الكويت جدا قوي، واحنا هذا دورنا في المجلس الوطني دعم الشباب الكويتي ودعم السينما، لان احنا اساسا الكويت هي الاساس بالسينما،
من فيلم بس يا بحر سنة 73، وأيامها كانت السينما الخليجية خجولة وإحنا كان عندنا جرأة وإنتاج، والحين إحنا راح نرجع عهدنا الماضي وأحسن إن شاء الله. طيب أستاذة، يعني هذه الأفلام إن شاء الله، الأفلام اللي راح نتابعها الليلة لأول مرة، المهرجان أو يعني المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحرص على أن تكون الأفلام كويتية، عدل ولا أنا مخطئ؟ هذه أول مرة صحيح؟ لا، هذه ثاني مرة. في صيف ثقافي 8 عرضنا أيضا مجموعة أفلام قصيرة، هذه المرة الثانية، وإن شاء الله المرات الجاية أكثر وأكثر. شو تقبل يعني القائمين على هذا المهرجان، تقبلهم بفكرة تقديم أفلام سينمائية كويتية؟ رحبوا بالفكرة، مجرد ما طرحتها على مديرنا وأمين القطاع الثقافة رحبوا جدا بالفكرة، وبالعكس ندعم إحنا الشباب. جمع حسابك. هذا كل اللي عندي يا حضرة المحقق. شوف، احنا عندنا في الميراتك تجي تروح الحين، وراح نتصل عليك. يعطيك العافية.
مشاهدينا الكرام، مجموعة من الشباب الكويتي يشارك في هذه الأمسية وفي هذه الليلة السينمائية الكويتية. أحد أبرز المخرجين الشباب الذي نتنبأ لهم المستقبل الباهر إن شاء الله في مجال صناعة السينما وتحديدا على صعيد الإخراج، الأستاذ محمد المحيطيب، مخرج أحد الأعمال السينمائية الكويتية التي عرضت من خلال هذه الأمسية. مساك الله بالخير أستاذ محمد. مساك الله بالنور أستاذ الكريم، يعطيك العافية على الترحيب، وإن شاء الله نكون أحد مثل ما تقول يعني رواد السينما الجدد إن شاء الله القادمين بإذن الله إن شاء الله. كلمنا عن فيلمك المشارك في هذه الأمسية. الفيلم اسمه ما بين السطور، يتكلم عن قضية يمكن الكل يعيشها اللي هي إهمال الكتب الحاصل حاليا مع وجود طفرة التواصل الاجتماعي ويعني الآيباد والآيفون خلانا مثل ما تقول نستغنى عن الكتب. فهو رسالة بسيطة جدا تحث الناس على أن القيمة والمعلومة تظل في الكتب، هي الأساس، هي المرجع لنا. فمثل ما تقول أتمنى توصل رسالة لكل مشاهدين الفيلم إن شاء الله. شلون شفت الصدى يعني هذا الفيلم اللي طبعا أنت تصديت إلى إخراجه، ومثل ما وصلني بأنه هو حاصل على جائزة؟ أي نعم، الفيلم حصل على المركز الأول في مسابقة المجلس الوطني للأفلام القصيرة الحمد لله. مثل ما تقول الفيلم إذا كان يعني بعد تجارب كثيرة يوصل للمشاهد بشكل سليم، إذا كان في مثل ما تقول إعداد صحيح، وكان في مثل ما تقول جميع عناصر الفيلم، فالحمد لله جمعنا جميع عناصر الفيلم على مستوى احترافي ولله الحمد، وحقق النجاح اللي تبنيناه الحمد لله رب العالمين. شلون تشوف دعم يعني المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب للشباب الكويتي وتحديدا السينمائيين منهم؟ والله احنا شوي كسينمائيين بعد عزوف كبير من الجفاف السينمائي يعني، فاحنا طماعين امانه. الامانه ما قصروا معنا الاخوان في المجلس الوطني، يعني كفايه تجمع ان يكون في جهه تعرض الافلام، يكون في جهه يعني مثل ما تقول مستقطبه لهذه الطاقات الشبابيه، فصراحه اثني على جهودهم، ما قصروا معنا الامانه، واتمنى المزيد صراحه لي انا ولكل الشباب السينمائيين. فالكل قد يجرؤ من التطاول، وان الاشخاص قد نراهم لونا اول، وهم بخلف جدرانهم لونا بديل مستقصر. استمتعنا وياكم مشاهدينا، وأيضا بطبعا وجود الحضور الكريم الذي حرص على حضور هذه الأمسية السينمائية الكويتية، والتي تم من خلالها عرض مجموعة من الأفلام السينمائية الكويتية لمجموعة من الشباب الكويتي المبدع في مجال السينما. كان الحضور جدا طيب، وتم طبعا توفير هذه التذاكر لحضور هذه الأمسية بالمجان من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. إلى أن نلتقي وإياكم ورسالة أخرى لفعاليات مهرجان صيفي ثقافي 10، حتى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.